لم تتوقع مكونات ولا أنصار فريق راسينغ البيضاوي أن تنتهي مباراة فريقها أمام الوداد بالنتيجة المعروفة وبتلك الطريقة. الراك كشر عن أنيابه منذ انطلاق اللقاء، بسط سيطرته على مجريات الشوط الأول ووصل إلى مرمى الوداد في أكثر من مناسبة. وأمام تهديدات الراك بادر الفريق الأحمر إلى التهديد لكن دون طائل. سيطرة الراسينغ استمرت خلال الجولة الثانية وما هي إلا دقائق معدودة بعد انطلاقها، حتى أعلن رجال المدرب محمد شهيد عن تسجيل الهدف الأول من خلال رأسية بوبكار كوروما. هدف الراك أزعج الوداد وياسين لكحل يفقد الأعصاب بتدخله العنيف ليطرد من طرف حكم المواجهة. الراسينغ البيضاوي تحكم في مجريات المباراة كما أراد، وهنا يبدع ويتفنن في تسجيل الهدف الثاني عن طريق المبدع دائما بوبكار كوروما. بعدما حاول بكل الوسائل لتقليص النتيجة، الوداد البيضاوي يحصل هنا عن ضربة جزاء لم يتقبلها لاعب الراك، وملك إيفونا يركنها الشباك لتنتهي المباراة بفوز مهم ومستحق للراسينغ البيضاوي بهدفين لواحد. هي النتيجة ما متوقعش، ولكن حنايا بالنسبة لنا هذه المقابلة هذا داخلة في الاستعدادات ديال الفريق، لأننا عززنا الفريق بعناصر، كانت هذا محك كبير باش نعرفوا مدى جاهزية هاد اللاعبين. بالنسبة لنا مقابلة عادية، مقابلة إعدادية جات في نهاية 35 يوم ديال التمارين، شاركنا ما يمكن إشراكهم لاعبين اللي تنقسم التنافسية، سبعة لاعبين تلعبوا مقابلة كاملة لأن تنقسم أولا الجاهزية البدنية. أكيد أن هي نتيجة غير متوقعة، لكنه محك حقيقي للراك أمام خبرة الوداد الذي اعتبر مدربه عبد الرحيم طالب مباراته هاته لم تكن إلا مواجهة إعدادية انهزم فيها قبل استئناف البطولة الوطنية.